حتى الصغار لم يحرموا من فرحة الاحتفال بتخرجهم من الحضانة وانتقالهم إلى مرحلة رياض الأطفال وسط الأجواء التي فرضها فيروس كورونا المستجد، حيث نظم مركز وحضانة بساتين التابعة لنادي سيدات الشارقة يوم أمس حفل تخريج الدفعة 14 لأطفال المركز، والتي تضمنت ما يقارب 35 طفلاً خلال مراسم خاصة أتاحت الاحتفالية لأهالي الأطفال متابعة المراسم ومشاركة فرحة أطفالهم عبر حفل تخرج افتراضي.